بعد 3 أيام يحتفل العالم بمولد أديب نوبل نجيب محفوظ، الذي شهدت الجمالية أروع أحياء القاهرة الشعبية مولده عام 1911، ومنها نقل تفاصيل الحارة المصرية إلى عالم يتشوق قراؤه للاستغراق في المحلية الشديدة للمجتمعات ذات الخصوصية النادرة. يعد محفوظ أبرز أدباء الواقعية وأكثر روائي عربي تحولت كتاباته إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، رغم أن والده لم يقرأ كتاباً في حياته بعد القرآن الكريم. حصل محفوظ على ليسانس الأداب من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة التي التحق بها عام 30، وشغل عدداً كبيراً من المناصب التنفيذية ذات التخصص الثقافي، وانضم لكتاب الأهرام عام 71. سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت راجع المقطر حصل. يعني خلاص يا أمينة؟ أيوة يا سيد سيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير أمر؟ أبدا يا سيد سيد، ده أول مرة وحياة الحسين يا سيد سيد. اخرسي. واشتهر محفوظ بواقعيته الاجتماعية في ثلاثيته ورواية أولاد حارتنا، وجرب الواقعية النفسية في رواية السراب، واتجه إلى الرمزية في الشحاذ، وكانت أولاد حارتنا سبباً في تحريض متطرفين على محاولة اغتياله في أكتوبر عام 95، وتوفي في 30 أغسطس عام 2006 متأثراً بقرحة نازفة، تاركاً لنا أعمالاً لا تنسى. في هذه اللحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. لو كان للقاهرة أن تختار مؤرخها، مؤكد أن نجيب محفوظ سيكون على قمة هذه الاختيارات، فهو الروائي الذي كتب عن أمجادها وتغزل في حواريها وغزل شخصيتها، تغنى بأمجاد الفتوات فيها والشوارع والأزقة، وجعلها أماكن يمكن حتى أن تتجول فيها لتبحث عما تبقى من نجيب محفوظ ومن حارة نجيب محفوظ ومن قاهرة نجيب محفوظ. في هذا المساء بشكل مختلف بنحاول أن احنا نحتفي بذكرى نجيب محفوظ وقاهرته. ما الذي تبقى من هذه المدينة؟ كتاب المدينة، هل فعلا في كتابة ممكن تكون رواية يطلق عليها رواية المدينة؟ هل الأدب مرآة للمكان وممكن فعلا يقدم له صورة تكون صادقة وأقرب للواقع؟ كيف بدت هذه المدينة في عيون كتاب، في عيون متابعين من الكتاب الذين احتفوا بالمدينة، لكن مدينة تانية، مدينة الإسكندرية؟ معنا الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، أهلا وسهلا بحضرتك. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمينة خيري، وهي معنية برصد التحولات الاجتماعية وتملك من القدرة على يعني ملاحظة أي تغير ولو طفيف. مؤكد أن التغير اللي حصل من أيام نجيب محفوظ واضح بحكم الاسم بحكم الاسم أمينة. معايا أيضا من الكتاب الذين كتبوا عن قاهرة أخرى ربما لم يعرفها نجيب محفوظ، ربما حتى لم يتخيل أنها موجودة، هي قاهرة موجودة في الهوامش، حارة لا تشبه الحارات التي كتب عنها نجيب محفوظ، وفتوة غير الفتوات الذين جمعهم كود الشهامة والأخوة والفتونة، لكنها مدينة أخرى لها قوانين مختلفة كتب عنها هاني عبد المريد في عدد من رواياته. أهلا وسهلا بك، مرحب بحضراتكم. أهلا بك. يعني الاجتماع في حب نجيب محفوظ، وأنا بشكركم طبعا الجميع لب الدعوة على اسم نجيب محفوظ، وببدأ من عندك أستاذ إبراهيم عبد المجيد. هل بالفعل في كاتب ممكن يبقى مؤرخ للمدينة، ولا دي ممكن نقول عليها مبالغة أدبية؟ لا، هو التاريخ جانب من الفن، لكن مش هو الفن كله. يعني الرواية لما بيعمل رواية لا يكون قصده أن يؤرخ للمدينة، قصده موضوعات تانية، لكن يؤرخ للمكان نفسه وروح العصر. ومن هنا في بقى اسمه اختصار في النقد الأدبي. يعني أنا ما أقدرش أرجع لروايات نجيب محفوظ وأخذ منها تفاصيل الشوارع بالضبط، لأن في شوارع هو كتبها في الروايات بتاعته مش في مكانها، يعني بعد شارعين او قبل شارعين، يعني مش مظبوطه قوي 100% طبعا بعض الاحيان يعني.
لكن هي بتدي فرصة ان انا اعرف الوقت والمكان والزمان معاه، مش منفصل عن الزمان. التاريخ جانب ثانوي في العمل الفني، مش جانب رئيسي. التاريخ مش لازم يكون من الاشياء بدقة، لكن هل اقدر احط صورة كده او اعملها مراية لزمن ما؟ هل اقدر اشوف النماذج دي واقرا فيها؟ يعني دايما من الحاجات مثلا الثابته كده الكلاسيكيه في النقد ان احنا نقول ان حميده في زقاق المداء هي مصر، ان مش عارفه يعني، هل بالفعل بيبقى المساله هي تاريخ لزمن لحاله لواقع اجتماعي كان موجود؟ ممكن نقرا مثلا لما نقرا الثلاثيه نقدر نفهم مصر كان شكلها ازاي في العشرينيات من القرن. هتقريها هتفهمي شكلها احسن من التاريخ، من كتب التاريخ، لان هتلاقي روح الزمن معاكي. يعني كتاب التاريخ بيتكلم عن موقعة عسكرية، بيتكلم عن انتخابات، بيتكلم عن حاجة، بيتكلم بيحكي، بيقول كلام مجرد بدون عواطف يعني. أما الرواية فأنت مع حلقة إنسانية، فيظل المكان معاك دائما والتاريخ يبقى معاك بشكل أفضل يعني، لكن ما هيش المرجع العلمي زي كتب المؤرخين يعني، عارف حضرتك، لكن هي مرجع الروحي إذا جاز التعبير. مرجع الروحي إذا جاز التعبير. وده نجيب محفوظ يعني رواياته المكان فيها موجود، لكن رواياته أبعد من المكان. دايما هناك افق اعلى، دايما هناك بحث عن المستحيل في كل الاعمال بتاعته. الانسان فيها مش يعني مسفت يعني مع المكان نفسه، زي حميده مثلا وده كمثال يعني، او زي اي حد، مش كمال عبد الجواد بقى، كمال عبد الجواد نفسه حتى مش مزدوج يعني، مثقف الوجودي كلاسيكي يعني، مثقف وجودي خالص وسابع عصره خالص وكده. والحرفيش مثلا مش موضوع فتوات، موضوع العدل اللي كيف يتم في العالم يعني. وتشوفي اول حرفوش لقى واحد في الشارع خده رباه يعني، طلعت منه الحرفيش كلها. دي افكار فلسفيه عميقه جدا جدا، وكله بحث عن العدل. ولاد حارتنا برضو، كل ولاد الحاره دول عاوزين يعرفهم ايهما اهم، العلم ولا الدين يعني، عارفه. ففي النهايه لازم يفيد تزاوج بين العلم والدين، بس محدش فاهم كده. فنجيب محفوظ كان دايما عنده افق فلسفي في اعماله، بس روح المكان هي المهمه. طبعا في المرحله الاولى في اعماله زي الثلاثيه وخلي خليل وغيره كان المكان طاغي شويه لانه كان واقعي قوي، لكن القارئ الدقيق قوي يلاقي في وسط الطغيان ده شعريه وافاق فلسفيه. بعد كده من اول لسه الكلاب بقت الفلسفه اكتر من المكان، والروح بقى الافكار اكتر، بس مش واضحه برضه، واضحه في افعال مش في كلام يعني. شوف مثلا لسه الكلاب مثلا، البطل بتاع لسه والكلاب كل محاولاته فاشله، كل ما بيحاول يقتل حد ما بيموتش. ليه ما بيموتش؟ لان هو حل فردي. وكان ياما عبد الناصر بيتكلم على التأميم وهيأمم مؤمم المصانع وبتاع، بيقول له لا ما ينفعش، عمل فردي ما ينفعش، بس بالفن يعني، عارفه. يعني دي مساله ثانيه هنرجع لها، دايما الرسائل عليها انها تكون واضحه ومباشره ولا تبقى ملغزه وممكن احيانا ما توصلش. لا ما هي في الغالب ما بتوصلش، ما لو وصلت كنا ارتحنا. ما هي في الغالب ما بتوصلش عشان احنا نكتب يعني، لو وصلت كنا ارتحنا كلنا وصلنا كتابه. يعني كده يعني مينا، يعني الفكره اذا كان الاستاذ ابراهيم بيتكلم على فكره ان المكان مش لازم يكون هو نفس المكان، بس الحقيقه يعني اعتقد ان معظم الناس، معظم اللي نعرفهم على الاقل، بيروح لما بيروح الجماليه بيدور فين زقاق المداء، صحيح، فين السكريه، ايه ده، هي الحته الصغيره دي، صحيح. هو ده زقاق المداء، هو ده اللي حصلت في بتحصل شوك، بتحصل شوك ان هو ده المكان نفسه، صحيح. لا يعني عندك حق طبعا، هو متهيألي يعني عبقريه نجيب محفوظ ان هو ادانا طعم ولون وريحه الاماكن والشخصيات ولطبيعه شخصيه مصريه في اوقات معينه، مش في اوقات معينه بس. انا حقيقي متهيألي ان نجيب محفوظ كان سابق عصره واوانه، يعني اولاد جبولاوي او حكايات حارتنا، فكره زي ما قال الاستاذ ابراهيم العلم والدين، وهل انا لو اخترت العلم معناه ان انا بلغي الدين او العكس؟ متهيألي هو ده النقاش اللي مطروح دلوقتي، يعني جزء كبير من النقاش اللي بقى مطروح دلوقتي اكتر. يمكن انا بتكلم حتى سياسيا في المرحله اللي احنا عايشين فيها في مصر، ان احنا يعني للاسف الشديد لغينا العقل فتره طويله جدا، والعقل بقى داخل معاه العلم وداخل معاه التعليم وداخل معاه الصحه وداخل معاه كذا، وكان الدين او المفهوم المعين للدين او اللي اتفرض علينا بتاع التدين الشكلي او المظهري او اللي هو يعني بنرجع لاشخاص معينين ان هو ده الدين، اعتقد ان هو حان وقت دلوقتي ان احنا نعيد مثلا قرايه يعني روايه زي اولاد جبلاوي او حكايات حارتنا بشكل، اذا كان انا ما اعرفش اذا كانت الحقيقه مطروحه حاليا ولا لا، هي طبعا ظلت ممنوعه، طبعا خلاص طبعت صدرت في حياته بمقدمه لاحمد كمال ابو المجد ووصلنا شرفها، فده مطلوب جدا ان احنا نعيد بقى قراءه هذه الروايات مره ثانيه، لان هو فعلا نجيب محفوظ كل مره، غير الافلام كمان يعني، طبعا الافلام اللي هي مبنيه على روايات كتبها نجيب محفوظ شويه مختلفه، لكن العوده الى الكتاب نفسه حتى هي دعوه كمان للاجيال الجديده ان هم نبتدي
نادرا، كل مره بتقري فيها حاجه لنجيب محفوظ اعتقد ان انت بتشوفي فيها ابعاد مختلفه، بتقدري تفهمي ليه احنا بنتصرف او ليه احنا وقعنا في مشاكل معينه في مصر في سنه 2014، لان كذا حصل سنه 30، لان كذا حصل سنه 40، لان مصر كان فيها كذا، لان تم التعامل مع النكسه بطريقه معينه. يعني كل دي اعتقد انها دعوات متجدده من نجيب محفوظ رغم رحيله ان احنا نعيد فهم حاضرنا في ضوء فهم الماضي بتاعنا. الحقيقه يمكن السمه في الادب الكلاسيكي، انا ما اعرفش حضراتكم يعني ممكن نطرح الفكره للنقاش، ان الادب الكلاسيكي دايما بيوفر ماده كده حتى اللي فهم النفس البشرية بشكل طبعا. اعمق من اي حاجة، واحنا بنلاقي حتى العقد في الطب النفسي بتستعيرها من الادب الكلاسيكي، اوديب وهاملت وشخصية الجريمة والعقاب. يعني هل نجيب محفوظ كان من الشخصيات اللي بترسم النفس البشرية بالطريقة دي اللي ممكن نخلي اللي ممكن الادب الطب النفسي يقيس عليها، معرفتنا تزداد بيها من خلال قرايه النماذج دي؟ هو ده بياكد اللي انا كنت بقوله، ان هي كل مره بتقري فيها كتابات نجيب محفوظ بتكتشفي المزيد، وممكن تشوفي وقائع او حقائق من وجهه نظر مختلفه تماما، يعني بتفتح افاق دايما مستمره وجديده. فكره الطب النفسي هو طبعا يعني اعتقد ان رغم ان نجيب محفوظ ما كانش يعني دارس علم النفس او الطب النفسي، ولكن لا هو كان يعني الحقيقه متوغل في يعني اغوار الشخصيه المصريه بجميع اشكالها، خصوصا طبعا الطبقه المتوسطه، فكره الفتوة حاسس بايه، يعني فكره التناقضات، ان هو بيعتمد على قوته العضليه ورغم كده عنده من الشهامه ومن النخوه ان هو في اوقات الصعوبه او اوقات الشده ان هو بيهب يعني لنجده من يحتاج المساعده، مستبد العادل. يعني كلها المستبد العادل طبعا، ودي فكره مستمره اعتقد الى ابد الابدين. يعني فان احنا يعني فيها أبعاد نفسية كثيرة، فيها أبعاد اجتماعية كثيرة جدا، مش بس علم النفس ومش بس الطب النفسي، لا هي فعلا يعني السياسة طبعا، يعني هو عشان احنا كلنا الحقيقة مهمومين بالسياسة يعني في هذه السنوات، يعني من طبعا ثورة يناير حتى هذه اللحظة. أعتقد أن قراية شخصيات نجيب محفوظ وتشكيلة أو تركيبة هذه الشخصيات بتساعدنا كتير قوي أن احنا نفهم، لأن احنا طول ما احنا عايشين النهاردة احنا بنفهم حاجات كتيرة احنا كلنا عشناها أو عاصرناها او حتى سمعنا عنها من اهالينا ومن جدودنا، ولكننا ما فهمناهاش قوي غير في هذه الاونه، يعني غير في اللحظه اللي احنا عايشينها النهارده. لو السياسيين بيقروا روايات اكتر ممكن كان في حاجات كتيره جدا، مش اكتر لو بيقروا روايات اصلا يعني دي مشكله كبيره. هاني، الجيل الجديد من المبدعين دايما كان عنده كده فكره التمرد، قتل الاب وتجاوز نجيب محفوظ واتهامه بان هو كلاسيكي بزياده، ممكن المساله دي بادئه حتى من قبلكم، يمكن من جيل الاستاذ ابراهيم عبد المجيد او حتى قبل كمان. فهل بالفعل انتوا يعني لما بتيجي تكتب انت جواك فكره ان انت عايز تكتب عن قاهره مختلفه، انت كتبت كتابات في منطقه تانية وفي حاره تانية، اذا كان نجيب محفوظ هو كاتب الطبقه المتوسطه زي ما بتقول الاستاذه امينه، فانت ومجموعه من كتاب هذا الجيل كتاب الطبقه تحت الشعبيه لو جاز ان احنا نطلق عليها كده، فهل كان جواكم الهاجس ده مواجهه نجيب محفوظ تجاوزه، ان هو يعني ازاي كنتوا بتنظروا ليه؟ انا احب في الذكرى ال 103 اهدي له وجودي الادبي. انا بنتمي للجيل اللي هو بدا وطلع في احتفال العالم بنجيب محفوظ وتتويجه بجائزه نوبل في 88، كنت انا في ثالثه اعدادي، كانت بدايه علاقتي بالقرايه وبالروايات، فقد ايه ان كان يعني دفعه كبيره جدا ليا واكيد لجيلي. يعني ف فكره تجاوز نجيب محفوظ، او اعتقد اللي قال ده فكره جيل بلا اباء كان محمد حافظ رجب، جيل الستينات، لكن اعتقد ان انا او لو هتكلم عني يعني فكل حد كتب قبلي اكيد هو ليه فضل عليا واكيد هو اضاف لي حاجه. محفوظ بالذات مش فكره كتابه، يعني مش فكره ان هو مرجع ممكن الجا له، لا ده هو كمان مش في، يعني قصدي مش في الفكره، مش في الكتابه، في التعامل مع الكتابه، في الجديه اللي اتعامل بيها مع الكتابه، في التعامل مع الماده الخام اللي هو بيتعامل بيها وتمكنه منها. يعني هو يعني هو بالنسبه لي بيعني حاجات كتير قوي يتجاوز بيها فكره الـ يعني بعيدا كمان عن الابداع، يعني الراجل اللي اتعامل مع، بس انا كتير لما بسمع مثلا من ادباء يعني من جيلك بيتكلموا على فكره ان هو يعني ايه ده مجرد اديب كلاسيكي، الكتابه الحديثه تجاوزته، لو ما كانش اخذ نوبل ما كانش حد سمع عنه. اكيد سمعت الكلام ده احيانا بيتردد من وقت لاخر على مقاهي وسط البلد. تمام. في كلام ورا كلام هنا.
هو يعني ده مش معناه يعني الادب الكلاسيكي هو الادب في الاخر يعني يعني مش عايز اقول يعني يعني فكره ان مش هنفع ابني اي فكره غير لما ارجع للجذور بتاعتي يعني يعني لو كلمنا حتى في الفن التشكيلي فرق كبير جدا بين التشكيل اللي هو بيبدا يقول انا هعمل تجريد وهو ما يعرفش يرسم لوحه بشكل كلاسيكي او اللي بيكتب شعر حديث لانه ما يعرفش يوزن البيت اصلا تمام كده بيقول انا هكتب قصيده نثر غير اللي هو فضروري الرجوع للجذور بتاعتنا يعني يعني ف انت بتحس ان انت جذرك بيمتد فعلا لنجيب محفوظ وانت بتكتب عن بيئه ثانيه انا مش عايز اقول ان بدايه حتى من منفلوطي يعني يعني انا يعني انا كان بيتي قريب من سوق بيبيع الحاجات القديمه في المطريه ف كنت دايما بطلع من المدرسه واروح اعدي حاجه تشبه سور الاسبكيه كده فكنت اللي بلاقيه هو اللي بشتريه فده اتاح لي ان انا ممكن اكون قريت في فتره يعني فتره مبكره قريت فعلا المنفلوطي محمد عبد الحليم عبد الله فنجيب محفوظ يعتبر حد يعني متقدم جدا بالنسبه للقراءات اللي انا بدات بيها يعني هو فعلا هو كنت عايز اقول ان هو لو هتكلم عن الحاره فالحاره يعني هي كمان ان كان محفوظ ضاف لها او هو عمل النمط الحاره اللي احنا بنشوفها فهو اللي نمطها او هو اللي ضاف يعني بنشوف الحاره من خلاله فالحاره كمان اضافت له كتير بمعنى ان لو كان مش على الخط اللي هو كان عامله يعني محفوظ كان حاطط خط ان هو هيمشي في كتابه تاريخ مصر بالروايه هو بدا فعلا بتاريخ الفرعوني رادبيس تمام اعتقد لو ما كانش اكتشف الحاره في بعد ثالث روايه كان هتبقى مشكله كبيره جدا وكان هيفضل شغال في خط ما كانش هيبقى نجيب محفوظ اللي احنا يعني الحاره انقذت نجيب محفوظ تمام كده وهو ادها مجدها وخلدها وخلد ازقه ضيقه جدا حولها لعناوين ممكن الناس تروح تبحث عنها احنا بحثنا عنها حاولنا نشوف الحاره كيف بدت على الاقل تحولت سينمائيا عن ادب نجيب محفوظ ازاي وكيف تحولت دلوقتي فين قصر الشوق فين السكريه هنشوف اوعى التباشير يا عم شبو طيب تباشيرك قلنا على الريحه ما الريحه في البن وعلى التباشير في الحساب يعني شكك مثلت الحارة المصرية والأحياء الشعبية مصدراً ثرياً للمشاهد التي تبحث عنها السينما المصرية منذ عقود بما تضمه من طبقات مجتمعية وتراث معماري يتمتع بخصوصية شديدة جعلت خيال الكتاب والمخرجين أوسع في اكتشاف وتقديم الشخصية المصرية داخلها فخرجت أفلام العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين وما بعدهما تنقل حيوية غير تقليدية عن تلك المجتمعات ونعم الفتوانة ونعم الأخوة إلا أن مشهد الحارة المصرية في السينما اتخذ شكلا مختلفا بعد حرب السادس من أكتوبر وحضور عصر الانفتاح الاقتصادي فاختفت الشخصية العصامية من الشاشة لتقدم السينما شخصيات الأحياء الشعبية في شكل جديد يظهر تقلبات أوضاع الطبقة الوسطى وما أصاب البرجوازية من ثراء ومع تزايد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية للمصريين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي اختفت روحانيات المناطق الشعبية من السينما إلى حد بعيد قابل بقى حليت ودار على الألماني روح أمك أنا الألماني ومع مطلع القرن الحادي والعشرين استخرجت أفلام السينما أسوأ ما في العشوائيات من مشاهد عنف وجرائم وإثارة جنسية ومعها تحول البطل الشعبي إلى بلطجي وتاجر مخدرات ومحترف قتل حتى إن نقادا اتهموا منتجيها بتشويه الأحياء الشعبية ونشر سلوكيات سلبية عن أهلها مع إصرارهم على تغييب النموذج الجيد لأبناء هذه المناطق التي تدهورت أوضاعها وبنيتها تماما دون مواجهة أفلام السينما لقضايا سكانها الحقيقية سيد موسى قناة دريم مؤكد ان التطور في شكل الحارة ما كانش في الادب بس لكنه كان في السينما زي ما شفنا ومؤكد ان ده يعني بيعبر بشكل من الاشكال عن الواقع اللي حاصل دلوقتي هل لو حضرتك وافقت على الكلام اللي قالته الاستاذة امينة من ان نجيب محفوظ كان كاتب الطبقة المتوسطة غياب الطبقة دي من الأدب والتعبير عن الطبقات اللي كتب عنها هاني والفخراني وغيرهم من كتاب هذا الجيل بيعني إن الطبقة دي ما عادتش موجودة ده صحيح عندنا انكماش في الطبقة الوسطى من
يعني بشكل بدا تدريجي من اول عصر السادات وبعدين خد مساحات اكبر يعني مبارك، لان بقى البلد نوعين، نوع سريع الكسب والثراء السريع جدا، والطبقه المتوسطه بتجاهد عشان ما تنزلش لمستوى خط الفقر. يعني مع انعدام بقى التعليم العام في البلد، يعني اللي هو دايما تعليم الطبقه الوسطى بالدرجه الاولى يعني، فحصل عندنا انهيار في هذه الطبقه، وظهرت عندنا اخلاق عاديه جدا متناسبه مع العصر، مش حلوه لكن متناسبه مع العصر. سببها طبعا الزحام وعدم التعليم ووجود المخدرات والحاجات دي كلها والبطاله والحاجات دي كلها، يعني ما هيش طبيعه في المصريين، ده المكان بيخلق الشخصيات. فتغيرت المسائل كتير جدا، فاصبح النهارده مثلا لما حد يكتب عن الهامش مثلا زي هاني او غيره، او حتى انا لما كتبت عن الهامش انا، لان الهامش اصبح ظاهره، هو بقى المثل، بقى هو موجود بقى اساسي، يعني خير شباب قاعد دلوقتي كلها عن الهامش او معظمها، لانه اصبح موجود. وده مش معناه ان 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 الروايات بقت ثابت الحاره، لا، هي البلد اللي ثابت الحقيقه، هو ما عادش في حاره. اه الحاره دلوقتي يعني خير الشلبي كتب عن ده في الوقت اللي كان لسه نجيب محفوظ بيكتب فيه عن الطبقه المتوسطه، هو اختار ان هو يكتب عن الهامش، كان في مشاريع مختلفه وموجوده. هل حاله التنوع دي ما عادتش موجوده في المجتمع؟ لا، التنوع اختلف، بمعنى ان الحاره زي مش زي الفيلم بيقول، اصل دايما السينما في نوعين من السينما، في سينما عارفه بتعمل ايه فنيا، وفي سينما عارفه بتعمل ايه تجاريا. يعني لما بيجي واحد يعمل مثلا افلام نجيب محفوظ، حتى رغم ان الناس لاموا على حسن الامام، انا كنت بحبه لانه كان عنده مونتاج عظيم جدا وراقي جدا، وعاوز دماغ عشان الواحد يفهم المنظر ده بعد المنظر ده، المشاهد اللي باقيه من ثوره 19 كلها اللي هو عمال انفذها في فيلم لغايه دلوقتي. ف حسن الامام او غيره كان بيحاول يعمل فيلم صحيح مش هو الروايه، بس ما يفقدش قوي العناصر الروايه، يمسك حاجات مهمه فيها او شايف انها مهمه، يبقى قريب من الفن. الافلام دلوقتي بتتعمل الحاره بتتعمل وفي دماغها التسويق اكتر من دماغها السينما. يعني عارفه يعني حتى حسن الامام اللي اتهم بالتسويق، يعني 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 لو انت قلت ان ده تسويق، هل معنى كده ان الواقع افضل من اللي احنا بنشوفه على الشاشات او في الروايات؟ مش بالسوء ده خالص. يعني في حاجات فانتاستيك قوي وحاجات ممكن ما يبقالهاش العقل، لكن مش بهذا الشكل. يعني هل انت هاني مثلا، انتوا نجيب محفوظ حب المكان واحتفى بيه، مجد الحاره، حتى لما اتكلم عن مجتمع فيه فتوات وكده احتفى بالقيم الايجابيه للمجتمع ده، انتوا على العكس ممكن اللي يقرا يعني اكيد مش هيخرج بانطباع ان انتوا ما بتحبوش المكان، ولا انتوا متصالحين مع القيم السلبيه؟ يعني بحاول افهم ايه اللي اتغير في الشكل وفي العلاقه بين الكاتب والمكان هنا. تمام، هو انا فوجئت ان التغيير، يعني هو تغيير بيبقى غير مقصود، يعني انا مش بقول انا هعمل حاجه مختلفه او انا هعمل حاجه تعبر عن، يعني احنا دايما بنسمع فكره ان الادب بيعبر عن عصره او عن مجتمعه، هو ده كلمه كلاسيكيه لكن هي حقيقيه. انا بعد ما كتبت وجيت اشوف، لقيت لو بنتكلم عن الفتوه عند نجيب محفوظ فاحنا عندنا بلطجي، فانا لقيت ان الروايه فيها بلطجي ما فيهاش فتوه. انا ما عدتش قررت، ما عدتش اقول انا هعمل عشان ما فيش دلوقتي فتوه ابن بلد جدع وشهم بيحمي منطقه فانا خاطر بلطجي، لا لا ما عملتش كده، هي طبيعي جت كده. ففي قيم اتشالت او ازيحت ودخل مكانها قيم تانية، فالروايه بتعبر عن ده، الكتابه بتعبر عن ده. كان الاستاذ ابراهيم بيتكلم ان الروايه بتقدم تاريخ اجتماعي، تاريخ للمهمشين، تاريخ لرجل الشارع، فده كله بيبان في الكتابه، ده كله بيبان في يعني لما الناس بتقرا الروايات دي او بتتفرج على الافلام زي اللي احنا شفنا بعضها، زي ما قال الاستاذ ابراهيم جيد، ده مش الواقع، يعني على الاقل بتصورات معظم الناس عن الواقع انه مش بالسوق ده، وان الاعمال دي هي اللي بتسوقه وهي اللي بتدعو لهذه القيم السلبيه. هو انا اختلف شويه في الحته دي، لان في اماكن فعلا، هو انا يعني الظروف خدمتني كده ان رحت اشتغلت في مكان، فهو يمكن لا اكتر من كده كمان، يعني الروايه بتدور كيرا ليسون بتدور في منطقه فعلا، لا يعني اكتر من كده، اكتر من اللي احنا بنشوفه في السينما، واكتر من اللي كتب في الروايه. يعني انا كمان لما كتبت في حاجات انا ما قدرتش اكتبها، يعني في حاجات برضو مش بقرار يعني، لكن كانها مؤلمه قوي، يعني كان انا ما اتحملتهاش، كان كنت مشفق على القارئ كمان، مش عارف، لكن في حاجات ما كتبتش كتير. اللي قاله الاستاذ ابراهيم واللي بيقوله دايما اي حد بيكتب عن ادب نجيب محفوظ، ان هو بيتجاوز الحادثه، يعني هو مثلا في اللص والكلاب لما اخذ الحادثه المشهوره بتاعه الراجل السارق وطلع منها اسئله فلسفيه بتتجاوز الزمن، هل انت شايف ان الكتابه اللي انت بتكتبوها دلوقتي عن المكان هي مجرد كده رصد للعلاقات جوه المكان وروايه مرتبطه بمكانها، ولا روايه ممكن بعد
100 سنه كمان يجي يعني احفاد الاستاذ ابراهيم عم يجي احفادنا ويتكلموا عن ان الروايات دي فعلا قدمت اسئله تجاوزت زمانها ولسه صالحه للقرايه. كل كتابه ليها الاسئله اللي بتطرحها وكل كتابه ليها يعني اكيد قرايتي انا وثقافتي انا وانا قاعد اقرا الروايه هطلع منها. اعتقد لو انا كتبت ربع صفحه واديتها لاي حد هيطلع منها معاني ومفاهيم مختلفه يعني. فكتابه الهامش الموجوده دلوقتي طبعا بتحمل كتير من الاسئله وبتحمل كتير من الاسئله الوجوديه كمان يعني. هرجع تاني للعلاقه مع المكان والعلاقه مع الزمان ورصد التحولات الاجتماعيه، وهوجه هذا السؤال للاستاذه امينه خيري. بس نتكلم عن الحاره بس والحاره بالذات وهنسمع اجابتها بعد هذه اللحظه. هل نقدر نقول ان ممكن ادب نجيب محفوظ يجاوبنا على اسئله من نوعيه ايه اللي حصل للمكان وايه اللي حصل في الزمان؟ متهيألي ممكن، ويعني هو اوضح حاجه الحقيقه ان الحاره اختفت تماما. يعني قد تكون جغرافيا الحاره موجوده ولكن كل المتصل بالحاره اختفى. وبرضه هختلف شويه مع استاذ ابراهيم، انا يعني يمكن اكثر تشاؤما شويه. لا، هو فعلا اللي موجود في الواقع يمكن يكاد يكون أسوأ من اللي بنشوفه الافلام. احنا يمكن معترضين على الافلام، يعني موجه الافلام الجديده اللي ظهرت اللي بتؤرخ يعني لما يسمى بالهامش او ثقافه العشوائيات او ثقافه الشعبيه اللي بقت موجوده في مصر، اللي هي الحقيقه توغلت على الطبقه المتوسطه. يعني هي الطبقه المتوسطه في موقف لا تحسد عليه دلوقتي. يعني هي حاسه حتى سواء من ناحيه العدد او من ناحيه الثقافه او من ناحيه المكان اللي هي عايشه فيه، هو حصل نوع من انواع توغل الطبقات الادنى او الاقل من الطبقه المتوسطه في العشوائيات، في المناطق الشعبيه اللي هي كبرت بشكل كبير جدا، النازحين من القرى الباحثين عن فرص عمل افضل وصلوا بالملايين. يعني المدينه نفسها الطابع اختلف، والطبقه المتوسطه تشعر انها مهدده بشكل الحقيقه لم يسبق له مثيل متهيألي. مش بس يعني طبعا الطبقات العليا اللي هي يعني القابعه في قمه الهرم الاجتماعي او الهرم الاقتصادي او الهرم الطبقي، هي عايشه في عزله، عايشه في كومباوندز، عايشه بتقضي 3 شهور الصيف بره، بتشم نفسها بره، عايشه لوحدها، مفيش عندها مشكله قوي. يعني بتكلم عن وجهه نظر اجتماعيه يعني. لكن الطبقه المتوسطه حاسه، يعني انا هقول لك على مثال كده من ارض الواقع. مثلا في حي مصر الجديده اللي هو كان بيصنف حتى وقت قريب ان هو يعني الحي راقي الطبقه الارستقراطيه، وطبعا الحاجات دي كلها اصبحت يعني من الماضي السحيق. اللي حصل دلوقتي حتى كمان بعد الثورة، وانا مش بعيب ولا على الطبقات الدونية ولا على الطبقات المتوسطة ولا حاجة، اللي حصل ان حاجز الخوف لما تشال بقت الطبقات، يعني مثلا سكان الكيلو 4.5 او عزبة الهجانة، سكان بعض الاماكن العشوائية اللي هي محيطة، ويمكن قد تكون دي مقصودة اللي هي بتحيط بالاحياء بالظبط كده، اصبحت ان هي بتقضي اوقات الفراغ في هذه المناطق. انا بتكلم عن حي مصر جدا كنموذج يعني، واكيد ده بيتكرر مثلا في الزمالك، بيتكرر في مهندسين، بيتكرر في اماكن كثير. الطبقه المتوسطه يعني انكمشت، وانكمشت مش بس عدد، انكمشت حتى في بيوتها لدرجه حتى في قاهره نجيب محفوظ كان في الامتزاج ده، كان في القصر يعني حتى جغرافيا كان في الاحياء اللي هي بتبدا بقصر مش عارفه ايه زي الحلميه مثلا، وبيوجد فيها ليها امتدادات جغرافيه، بس ما كانش في الفروق الشاسعه، الفروق الشاسعه الرهيبه ما كانتش موجوده. مش بس في اقتصاديا، الفروق في الثقافه، الفروق في طريقه التعامل. لما تبقى بعض الطبقات، بعض ابناء الطبقات الفقيره او الشعبيه او العشوائيه بتفرض سطوتها عن طريق قوه العضلات، يعني مش قوه القانون. في غياب قوه القانون بتبقى قوه العضلات، يعني اللي عنده عضلات اكتر هو اللي بيفرض سطوته، هو اللي صاحب الصوت الاعلى، سواء كان سايق توك توك، سايق ميكروباص، سايق اتوبيس نقل عام، هو صاحب السطوه. لان انا عارف ان انا لما هضر اللي جنبي فهو مفيش شرطي هيحاسبني، مفيش قوه قانون هتحاسبني، ما بقاش لحد ما موجود انت مش عارف انا مين او مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه، مش موجوده. بقت هي القوه ثقافه الطبقات العشوائيه، وهي طبعا مش مشكلتهم يعني، هم مش هم يعني هم ضحايا، هم في المقام الاول والاخير ضحايا. ولكن اللي حصل ان على عكس ايام نجيب محفوظ او يعني كتابات نجيب محفوظ اللي كان فيه نوع من انواع التواصل واتصال، يعني كان اللي بيبقى بيطلع من الطبقات الاقل بيطلع يروح الطبقه المتوسطه ان هو بيتعلم، بيخش مدرسه،
وبالتالي لا والحراك الاجتماعي بيحصل حقيقه بس بطرق مختلفه تماما. اللي بيطلع من الطبقه المتوسطه للطبقه العليا هو بيطلع ان هو عمل رجل اعمال في مجال ما او يعني قام بنوع من انواع التجاره فانتقل من طبقه الى طبقه. لكن من منتصف الهرم الى قاعده الهرم نوع الحراك اللي موجود ما اقدرش اقول عليه حراك اجتماعي، هو حراك اقتصادي حراك ثقافي. والثقافة على فكرة مش حكر على طبقة معينة، يعني أوكا وأورتيجا هي نوع من أنواع الثقافة، هي ثقافة موجودة. لما ننزل على كورنيش نهر النيل مثلا بالنهار هنشوف إيه اللي بيحصل، بيسمعوا إيه الشباب الصغيرين مزوغين من المدرسة، بنشوف نوعية الموسيقى، نوعية حتى المواصلات التوك توك موجودة على في جاردن سيتي مثلا على سبيل المثال. فهي فكرة اللي هو ده ما سميهوش حراك وما سميهوش اتصال، هو أسميه نوع من أنواع اللخبطة يمكن اللي حصلت، نوع من أنواع زي ما قلت في الأول توغل هذه الطبقات على الطبقة المتوسطة اللي هي لا حول الله ولا قوه للاسف الشديد. هل حضرتك موافق على الكلام ده يا استاذ ابراهيم؟ هو طبعا جزء كبير جدا موافق عليه، بس انا عاوز اوضح حاجتين مهمين جدا في الكلام اتقالوا، يعني مش هم اللي بيقولوهم، بيتقالوا عموما على نجيب محفوظ. دايما يتقال ان نجيب محفوظ كان بيؤرخ لمصر، دي مش حقيقه. نجيب محفوظ كان بيؤرخ للروايه، بمعنى ان هو شاف الروايه في العالم كلاسيكيه ثم واقعيه ثم روايه بقى حدثيه، فعمل ده تاريخيه الاول الحكي في حطيبه وعباس الاقدار وغيره، ثم عمل الروايه الواقعيه، ثم دخل في الروايه الحدثيه الفلسفيه من اول لص والكلام من اول اتحرتنا لغايه قصد اسر. فهو مش بيؤرخ لمصر، هو بيؤرخ للروايه. اما التاريخ لمصر ده جزء ثانوي، يعني جزء داخل في اعماله، لكن ممكن يعني لما تقرا مثلا روايه زي لص والكلام في التاريخ فيها مفيش اي تاريخ. شحاذ فين؟ مفيش. يعني عارف السمان والخريف مفيش حاجه، لكن في بطل حائر بين الماركسيه وبين الوفد وبين كذا، يعني عارف مثقف المصري في ازمه. تاريخ حتى للازمات وللاسئله اللي مرت بيها الأسئلة. مصر ده للاسئله، لكن مش كل الناس بتمر بده، ده بيمر ده بالمثقف مش الشعب المصري في هذه الازمه. مش ثوره 19 مثلا، يعني عارفه ثوره 19 كانت موجوده في الواقعيه بتاعته، لكن حتى داخل ثوره 19 في صبوات، في ناس عندها صبوات اعلى من السياسه زي كمال واصدقائه وزملائه، ويتناقشوا في داروين ويتناقشوا في نيتشه وغيره يعني، وعاوزين يسبقوا زمانهم. زي مثلا زويل مدق، في واحد زي واحده زي حميده عاوزه تطلع بسرعه من الطبقه اللي هي فيها دي لطبقه ثانيه، ومش عارف انها المساله مش توصل بسهوله يعني. يعني عارف حتى اللي بيروح القرنص بيروح عشان يجي فلوس ويبقى تاجر، والصعود السريع يعني اللي ظهر مع الحرب العالميه الثانيه، لكن ده كله في اطار الروح مش انه بيؤرخ لمصر، بيؤرخ لحالات الناس يعني عارفه، لكن روحيا. وعمل الروايه بقى روايه كلاسيكيه تاريخيه ثم روايه واقعيه ثم روايه حداثيه من اول ما هو بدا يكتب على اسكندريه. نيجي بقى لحته يعني هي كانت السبب طبعا هي كانت السبب فعلا لسه الكلام، لان اسكندريه مدينه مفتوحه مش يعني تاريخيا اقدم من القاهره، لكن اللي بينزل فيها بيعوز يمشي ويتمشى ويطلع البحر مش عايز يقعد في حته. لما القاهره رغم انها مش قديمه زي اسكندريه، لكن اول ما تنزلي من رمسيس عاوز اوصل ارجع تاني من التكدس اللي فيها اسكندريه. انا بقول لك اللي جاي من بره يعني اللي جاي من بره، ولذلك حتى الافلام بتاعه زمان يعني نجيب محفوظ قعد في الحواري واللاذقه وعمل فيها روايات لكن هو راح اسكندريه ومش على البحر وبتاع، لا ده موضوع تاني. حتى اللغه اتغيرت، بقت لغه سريعه الايقاع، بقت شعريه، بقت قصيره، يعني هنا اتغير خالص الكتاب بتاع نجيب محفوظ. واحنا لازم هنقف عند اللغه، بس انا عايز اطرح سؤال. انا بس اكمل النقطه الثانيه بس الخاص بقى بالحاره. انا لما بتكلم كنت السينما والحاره، يعني عارفه قلت ان في افلام بتقدم الروايه قبل الجمهور او بتحاول تقدم الروايه للجمهور، وفي افلام بالجمهور قبل الروايه. فالجمهور قبل الروايه هو اللي بيعمل الافلام التافهه اللي هي ايه في الفتره الاخيره دي، اللي انا رغم ان انا ضدها لكن من حقهم يعني. الحاره ممكن تكون مسابقه، انا بتكلم على سينمائيا. هو بيختار ما فيش مثلا في الافلام دي شخصيات عندها ازمات من نوع نفسي او حب او عواطف او الى اخره زي الحاره بتاعت نجيب محفوظ. فهنا العمل السينمائي ناقص لانه بياخد جانب واحد والجانب الاجرامي، يعني مفيش فيها حتى الشخصيات المعمقه اللي نقدر نتكلم عنها زي النماذج اللي قلنا عليها. العمل الفني لازم يكون فيه، حتى لو بتعملي روايه عن واحد قاتل لازم يكون فيه افهم نفسيه القاتل، لازم كمان تفهميه، ويكون في كمان ناس مش قتله عشان يبان يعني ان الفعل بتاعه ده وحش الابيض والاسود، ما يبقاش كله كده. فالواقع فيه اكتر من ده. ده كلام لازم يرد عليه يعني. لا في الواقع فيه اكتر من ده ماشي، انا بتكلم على السينما اللي بتتناول الواقع ماليش دعوه وبالاضافه السينما دي بقى مهتمه هو اللي يجيب الجمهور
ده كان كلامي يعني، مش ان الواقع ما فيهوش او فيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجزء اللي قريته بقى جينا بقى كملت عليه ان مفيش حاره اصلا في مصر، ما عادش فيه حاره العشوائيات. طب الحقيقه يعني لو ان نجيب محفوظ، لو ان نجيب محفوظ دلوقتي اتمشى في الحارات التي كتب عنها، تفتكروا كان هيشوف ايه؟ محاوله صغيره عملناها ان احنا نتجول في حارات نجيب محفوظ ونرصدها، نشاهد. قصر الشوق وخان الخليل ومنطقة الجمالية تعد من المناطق الأثرية التي دارت بها أحداث ثلاثية الأديب الراحل نجيب محفوظ، ولم يستطع صناع السينما أن يفوتوا إبداعاً كالثلاثية دون أن يصنعوا منه أفلاماً للسينما. تهاجي كده رايح على فين؟ رايح أقابل محمد أفندي فتح الباب قبل ما يقفل. فتح الباب ده بيبيع إيه؟ ده مدرس عندنا. مدرس جولت قبل ما يقفل؟ قصدي قبل ما ينزل. السلام عليكم. تعال هنا. نعم. اقعد. بس يعني اقعد. حاضر. تجولت كاميرا مصر فيوم في هذه المناطق التي كانت مسرحا لأحداث ثلاثيته المشهورة، والتي تمتد من حي الجمالية إلى حي الحسين، مرورا بالشوارع الجانبية من شارع المعز والمواقع التاريخية الواقعة في منطقة خان الخليلي، ومنها قصر الشوق والسكرية وحارة برجوان. كان بتاع الملكة شوق شارع، دلوقتي بسمينه ايه؟ شارع قصر الشوق. فلما الملكة شوق ماتت ابتدت الأمراء تمسك المكان. وبعدين كان في افلام بتصور هنا اهو، الحرافيش وتوت والنبوت وحارة برجوان وبين القصرين والسكرية. دي اساسا اسمها السكرية، وبعدين في شيخ جوه في الجامع في الحارة فاسمه الاياتي فسمت حارة الاياتي. كل هذه المناطق يحكي لنا سكانها عنها وما حدث لها من تغيرات. الأماكن زي ما هي ونفس الناس القدام اللي عايشين موجودين في قلبها. لا مش حاجة غيرت فيها، ما دي القاهرة الفاطمية، جمالية دي القاهرة الفاطمية. يمر الزمان على هذه المناطق وما زال عبق التاريخ يفوح في جنباتها وتزداد رونقا يوما بعد يوم. يعني ربما كانت شكل الحارة مختلف، ربما، لكن أكيد ما كانتش أوسع، ما كانتش أكبر. إزاي قدر نجيب محفوظ أنه يخلي حي صغير جدا يتحول إلى إعادة تمثيل لمدينة ويحط فيها نماذج بشرية مختلفة زي ما عمل مثلا في زقاق المدق، ويحط فيها نموذج المتطلع للمستقبل والنموذج اللي بينظر للوراء والمعلم وصراع الأجيال والراديو اللي بيدخل فيقضي على الحكواتي. يعني فكرة إعادة صناعة المكان ولا نقل المكان زي ما هو بكل سلبياته، هل هو ده السؤال ولا السؤال إزاي نقدر نفهم الاختلاف اللي حصل في المكان؟ يعني هو الحارة عند نجيب محفوظ هي العالم، يعني هي نموذج للعالم كله بكل ما فيه. يعني أنا شايف إن هي الفكرة كلها، كل اللي اختلف هو، وأعتقد دي حاجة مش هننكرها يعني كلنا عايشينها، هو القبح. يعني القبح اللي موجود في الشارع وموجود في أوجه العمارات، موجود في البشر. يعني في البشر وفي التصرفات وفي كل حاجه. يعني حتى كنا بنتكلم عن القرايه، فكنت بقول ان مش مشكله ان يبقى في قرايه، بس يبقى في بديل جمالي ليها. يعني كان بيتسمع ام كلثوم، دلوقتي بيسمع ايه؟ كان في برنامج فن الباليه، ايه البديل بتاعه دلوقتي؟ اعتقد عارفين برنامج ايه. كان في غواص في بحر النغم، ايه البديل بتاعه دلوقتي؟ يعني حتى البرامج بتاعتنا كان فيها جمال. انت بتقول يعني ما تلوموش علينا احنا الكتاب، انتوا كلكم العالم يغني ونادي السينما، كل دي برامج فيها الموسيقى العربيه كان ليها برنامج. طب السؤال هنا بقى، هل وظيفه الفنان الكاتب المبدع ان هو عبر عن هذا القبح في الواقع، ولا هو ياخد بايده الى قيم جماليه اعلى؟ يعني نجيب محفوظ اللي وسع الحاره وخلى مكان صغير جدا يبقى بديل عن العالم، كان ده خيار فني ولا هو بيعبر عن الموجود؟ يعني لما باجي بسألك أو بسأل أحد صناع، هي دي الحارة والله ده الواقع وإحنا كمان جملناه، هل وظيفتك أنك تنقل الواقع زي ما هو، ولا أنك تحاول تخليه أحلى؟ أحلى بمعنى يبقى فيه قيم تانية أو أسئلة تانية؟ لو بالمعنى ده يبقى يبقى أخليه أحلى. مش وظيفة الفن إن هو ينقل الواقع، لا، إن يوجد ليا بديل جمالي. يعني أنا شايف كده يعني لكن مش بكتب روايه عشان انقل الاشخاص هي او انقل الواقع هو. ما هو الواحد ممكن يقرا روايه يروح هناك وخلاص تمام كده لو هي يعني
يعني ممكن اقول بس اضيف حاجه، ان هي يعني مش شرط ان هو ينقل الواقع زي ما هو اذا كان قبيح جدا او ان هو يجمله، هي ممكن ينقل الواقع زي ما هو بغض النظر عن حجم القبح وحجم الجمال فيه، مع ان يبقى فيه ضوء في اخر النفق. يعني يعني مثلا لو انا بكتب روايه، يعني انا ما بكتبش روايات بس انا بنظر يعني لو انا بكتب روايه وبنقل الواقع اللي انا شايفاه ان هو سيء جدا، زي ما كنا بنتكلم مثلا عن موجه معينه من الافلام اللي هي بتمثل العشوائيات وطبقات الجديده يعني اللي ظهرت على السطح في المجتمع بشكل كبير جدا، لازم هلاقي بعض النقاط المضيئه اللي مش ممكن تكون ظاهره، مش شرط تكون ظاهره دلوقتي، بس هي ممكن كمان كام سنه او على المدى المتوسط او المدى الطويل ممكن تبقى تلقي بعض الامل يعني. وده مش هيبقى اصطناعه على فكره، يعني انا متهيألي ان في اكتر الاماكن يمكن فيها نسب جريمه ونسب ومحارم زنا و و و و زنا محارم، انا اسفه، اعتقد ان ممكن يبقى في نموذج او في نموذجين لسيده او لرجل او لاطفال في نوع من انواع الامل فيهم. يعني احنا لو بنشوف مثلا مشاريع اللي بتتعمل عن اطفال الشوارع في بعض الاماكن، كم المشاكل وكم وحوادث اغتصاب و ولكن لما بتقعدي تتكلمي معاهم او لما يبقى في مشروع بيتعمل وتعملوهم مثلا كورال على سبيل المثال وده حصل، لا بتشوفي ان في، لا هو في امل وفي يعني امل كبير جدا. يعني تفتح باب تحسس هذا الانسان ان هو ممكن يبقى قدامه افق اذا اجتهد ان هو يقدر يخرج من هذه طبعا الدنيا. يعني هي يعني احنا كان دايما في البعض بيلوم على الافلام الهندي مثلا فيها كم مذهل من المآسي والبكاء والصراخ ولكن احنا ممكن ان احنا يعني نمزج متهيألي ما بين الاثنين، ان يبقى في نقل للواقع مش نقل مسطره يعني ان هي مش هيكون فن يعني، ولكن يبقى في نوع من انواع ان لا في امل في الشخصيات دي. ممكن يعني الفتوه اللي مثله نجيب محفوظ في الكثير يعني من الروايات، لا هو مش بس عضلات ومش بس ان هو بيفرض سطوه او بيفرض ان هو بياخد اتاوات من الناس، لا هو في اوقات الشده بيظهر في ناحيه النخوه وناحيه الشهامه هل وناحيه الرجوله. ده كان مرتبط بفكره سياسيه ما كده كانت منتشره قد تكون رمز طبعا يعني 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 في البعض اللي هو بيقرا روايات نجيب محفوظ مرور الكرام، لا هو شايف انها مجرد حدوته مجرد شخصيه مجرد نوعيه معينه، وكان طبعا في موجود فتوات زمان، ولكن اعتقد اللي هي يعني هي هيركز شويه او هيبقى شايف ما وراء المكتوب، لا هي ممكن تكون رمز زي ما كنا نقول مثلا ممكن حميده دي تكون بترمز الى مصر، ممكن العائله الصغيره اللي هو بيمثلها لا هي ترمز الى طبقه باكملها، فهي يعني على حسب مين اللي بيقرا وشايف ايه. استاذ ابراهيم، حضرتك شايف ان الاجيال الجديده يعني نجيب محفوظ مازال صالح للقراءه ليها ولا تجاوزته؟ يعني القارئ الصغير اللي بيبدا النهارده زي ما بدا مثلا هاني زمان وقرا من اول المنفلوطي ونجيب محفوظ وغيرهم، هل دي مرحله بيمر بيها القراء دلوقتي ولا ما عادش؟ والله شوفي هقول لك على حاجه، اصل هي القراءه في مصر يعني ان مصر بلد متخلفه اصلا بقى لها سنين من سنه بس كده احنا يعني كنا ماشيين في التقدم وتخلفنا، يعني بقى لنا 50 سنه ماشيين في طريق التخلف ما علينا. فكانت المدارس هي الدافع الاكبر على القراءه. فلما انحصر ده من التعليم قلت القراءه. يعني المدارس زمان كان فيها في الاسبوع حصه مطالعه حره لابتدائي واعدادي وثانوي وكده. وكانوا الكتب المقرره ما مقرره وغير مقرره في المناسبات يوزعوا العلوم تحصين والعقاد وغيره وغيره. وكان فيها جماعات مسرح وسينما وفن تشكيلي وموسيقى يعني عارفه؟ كانت المدارس مراكز ثقافيه. لما اتعملت مراكز ثقافيه كانت كويسه ودلوقتي بقت باظت كلها تاني من بناها بره المدارس يعني. فالقراءة مرتبطة بالحالة العامة، فهي مهما يكون في قراء حتى لو كاتب بقى 50,000 نسخة قياسا على 40 أو 50 مليون ناضج فوق ال 20 يبقى صفر. يعني يمكن لسه كنا بنتكلم قبل شوية إن الجيل الجديد ليه كتابه. ما أنا هقول لك إحنا بقى كمان مرينا بفترة عجيبة جدا زي بالظبط النظام الحكم. رئيس واحد والعالم كلها شغالة عنده وتفكر زيه. فاحنا عاوزين اديب واحد والعالم كلها هو ايه شغال عنده، وعاوزين كاتب ممثل واحد والعالم كلها تحت ايه شغال عنده، وبالتالي كنا كل الناس متصوره ان الجمهور واحد. لا، الجمهور مش واحد، في ناس بتحب تقرا ادب رفيع، وناس بتحب ادب رعب، وناس بتحب تتسلى، وناس بتحب تقرا في المترو، وناس بتحب تقرا بالليل قبل ما تنام حاجه تريحها اعصابه. فده لازم نتعود عليه، تنوع. يعني يعني ما احنا متعودناش على ده، احنا متعودين ان الشعب كله زي الرئيس بالظبط هو واحد. ما ينفعش يعني، لازم نتعود على ده. فالقراء النهارده كتير جدا هم قراء الرعب، قراء الساينس فيكشن، الخيال العلمي، وده مش عيب، ده في كل العالم. ولو في روايات بوليسيه هيبقوا كتير برضه، الروايات البوليسيه بره في العالم بتحقق انجازات مرعبه. يعني مثلا اجاسا كريستي ماتت الله يرحمها وهي بايعه مليار نسخه،
وما زالت، وهي ماتت من زمان وما زالت بتبيع. يعني قالوا ما زالت بتبيع. لكن مش معناها ان ديش لورانس مش بيتقرا ولا برنارد شو ما بيتقراش في انجلترا ولا غيره. ده جمهور وده جمهور عاوزين يتعود على كده. ففي جمهور قراءة للادب الرفيع والادب الجيد لكن مش كتير، مش عيب. هو كده هي المساله كده. عشان يبقى كتير بقى لازم تدخل على عناصر اخرى اللي هو التعليم عشان يزيد هذا الجمهور اللي هي المدارس والتعليم. والله الحقيقه احنا بنحاول ان احنا نستغل الفرصه ان ذكرى ميلاد نجيب محفوظ باعتباره على الاقل الاديب الاشهر بالنسبه لناس كتير حتى لو ما كانتش قريت له انها تتحول لمناسبه للحض على القراءه والحض كمان على المزيد من الابداع. يمكن احنا وعدنا حضراتكم في البدايه ان احنا بنتكلم عن ان البرنامج بيطلق مسابقه يمكن لسه بتكتمل ملامحها، لكن ما تم الاتفاق عليه اوليا ان هذه المسابقه هتكون لشباب يريد ان يكتب وعايز انه يعبر من عتبه نجيب محفوظ. هل بالفعل ممكن ان احنا نقدم مشروع يقدم من خلاله شاب صغير لم ينشر من قبل استكمال، لو قدرنا نقول استكمال لروايه نجيب محفوظ، ويحاول ان هو يمتد بشخصياته اللي كانت في العشرينيات او الاربعينيات او السبعينيات لهذا الزمن؟ خلينا نجرب مع بعض، خلينا نحط الملامح مع بعض على صفحتنا التفاعلية، وخلينا كمان نعلن عن ان احنا هنشجع هذا النوع وهنعلن لاحقا عن ايه الجائزة، اذا كنا هنقدر نساهم في النشر ولا لا، لكن على الاقل هيكون هناك جائزة هي الاعمال الكاملة لنجيب محفوظ للعمل الافضل اللي هيحاول معانا في هذه المحاولة. ازاي ممكن نخلي ميلاد كاتب او وفاة كاتب مناسبة تحض على المزيد من القراية؟ اللي حيقولتيه بالظبط دلوقتي، أولا الفقرة نفسها أعتقد أنها قد يعني تشعل يعني نوع من أنواع الحماسة أو الرغبة في المعرفة عند البعض من اللي بيشاهدوا البرنامج بتاع حضرتك، أنه هو يفكر أنه هو يقرأ يشوف الكلام ده الروايات دي بتتكلم عن إيه. فكرة مسابقات من النوع ده، ومش شرط على فكرة مسابقة تكون جنيهات ذهب وملايين الجنيهات علشان تبقى عنصر محفز يعني للمتسابقين، بالعكس هو ده المطلوب بالظبط، إن اللي عنده موهبة سواء كان شاب أو شابة طبعا، ومثالي انه كمان كل ما السن يبقى صغير ده ميزه مضافه، يعني لما يكون واحد مثلا عنده 14 15 سنه 12 سنه عنده او عندها رغبه في الكتابه مجرد انها تكتشف وتكترق يعني على نجيب محفوظ وتحاول انها تكمل على روايته. انا شايفه ان الحقيقه الفكره يعني اكتر من ممتازه تكمل على الروايه لو في شكل مختلف. يعني كان في حد مره كان بيتكلم يعني في جلسه اسريه كده ان لو الافلام اللي اتعملت مثلا في الاربعينات والخمسينات اتعملت في ظل وجود الموبايل الهاتف المحمول كان ايه اللي هيحصل؟ كان ايه التغيير اللي هيحصل؟ يعني اكيد كان في مجريات الامور كلها كانت هتتغير. ممكن تبقى حاجه في السياق دي، يعني هي الابداع ملوش حدود والافكار ملهاش حدود، واحنا مستنيين مجرد الافكار دي يعني طبعا فيها اعتقد تشجيع كبير قوي على حكايه القرايه. وهضم صوتي برضو الاستاذ ابراهيم ان فكره المدرسه ووجود مكتبه ورقيه، طبعا الكتاب التابلت مهم، الكمبيوتر وجود الكتب الإلكترونية مهمة، ولكن وجود الكتب الورقية في حد ذاته أعتقد أنه شيء مهم جدا. مكتبة بعدد قليل من الكتب، حتى أولياء الأمور ممكن يتبرعوا ببعض الكتب، كتاب زي أستاذ إبراهيم وحضرتك ممكن تتبرعوا يعني بعدد كبير يعني صغير من الكتب. أعتقد أستاذ إبراهيم كان عنده مبادرة يمكن في أكثر عايزين تبرع مستمر من غير تبرع عمالي يعني. لكن لما يكون كل مدرسة فيها مكتبة صغيرة جدا أعتقد أن دي بداية جيدة جدا أن يكون في جيل ابتدى يتعود على القراءة. احنا طرحنا سؤال على صفحتنا التفاعلية قبل ما أختم، عايزة في أقل من دقيقة إجابة على نفس السؤال. سألنا مشاهدينا على الصفحة والسؤال ما زال مطروح، ما هي أقرب روايات نجيب محفوظ إلى نفسك؟ أستاذ إبراهيم عبد المجيد، إيه أقرب روايات نجيب محفوظ إلى نفسك؟ الحرفيش. الحرفيش. أستاذ أمينة؟ أنا الحقيقة بحب جدا أولاد حارتنا، ويمكن عشان يعني كانت ممنوعة والفكرة فيها أنها بتخلي الواحد يفكر، أعتقد أنها جميلة وينبغي قراءتها من أول وجديد دلوقتي. أستاذ هاني؟ الحرفيش والثلاثية. الحرفيش والثلاثية. دي كانت اختيارات ضيوفنا النهاردة، هنعرف كمان اختيارات حضراتكم والسؤال ما زال مطروح هو الآخر على صفحتنا التفاعلية. بشكر ضيوفي على الهواء مباشرة، بشكر الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، بشكر الأستاذ أمينة خيري الكاتبة الصحفية، بشكر الكاتب المبدع الأستاذ هاني عبد المريد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون يوم أفضل حتى ألتقيكم فيه. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا منى سلمان، إلى اللقاء.